ثانيا تطرقوا فيما تطرقوا إلى، طبعا هم يدندنون حول التسوية، تسوية الرجل بالمرأة في الميراث، وهذه الدندنة مرفوضة قطعا، لأن الله قال يسوون بين الولد والبنت. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهم لا يستطيعون أن يجهروا بكفرهم ويقولون نرفض الآية. الله قال في شأن الزوجين: الزوج ملزم بالإنفاق كما لا يخفى. قال سبحانه وتعالى في شأن الزوجين في الميراث وهو أصدق القائلين: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركت، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم. يريدون أن يجنوا على أنفسهم، أولا يجنوا على أنفسهم بتبديل كلام الله سبحانه، فلا يجرؤ